أشادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط حنان البلخي بجهود مصر خاصة في تجهيز أكبر عدد من الشاحنات والخدمات العلاجية المقدمة للجرحى والمصابين في مستشفى العريش. وأكدت البلخي استمرار وتكثيف التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية وكل الشركاء لتقديم أكبر دعم للفلسطينيين داخل قطاع غزة. بعض الإحصائيات اللي سمعتها اليوم اللي هو يعني عدم وجود حليب للأطفال، عدم وجود الأدوية الأساسية لعلاج أبسط الأمراض، فما بالكم بأمور السرطانات والأمراض المزمنة والسكر والضغط والأمراض المعقدة التي تحتاج ليست فقط أدوية لكن تحتاج إلى تشخيصات من أشعة، من تحليلات دم وما إلى ذلك، لدرجة أنه بعض الأشياء التي وصفت لي الأطفال الآن بتأكل الأعشاب، لا يوجد غذاء كافي، نسبة الانخفاض في مستويات التغذية ضعيفة جدا، الإمدادات موجودة على الحدود ولكن هناك عوائق كبيرة لإدخالها إلى الأراضي المحتلة.